اجلي سادتي، نلتمس منكم الوقوف احتراما وتقديرا للنشيد الوطني المغربي وشكرا لكم. Ladies and gentlemen, I kindly request your esteemed attention as we rise together in a display of respect for the national anthem of your country. Thank you. Señores y señoras, solicito amablemente su estimada atención mientras te ponemos en pie en señal de respeto a nivel nacional de Marruecos. Muchas gracias. مدينة إقليم تربنان العسكريين
وإداريين السادة المنتخبون السادة والسيدات الأساتذة التابعين جامعة القصور الضيوف الكرام أعزائي الطلبة في الحقيقة شرف كبير أن أحضر معكم في هذا الملتقى الذكرى الثالثة للنار التي تقدمه كل متعدد التخصصات التابعة لجامعة القصور بتنسيق مع الأستاذة عليا بحلول وأيضا بالنسبة للتكوين في ديالهم اللغات الأجنبية المطبقة هذا التكوين لأنه واحد باع طويل لأنه تكوين محكم ذهبت المؤسسة على اعتبار مجموعة من الطلبة الذين بنوا على المستوى العالي وأيضا تم تصدير التكوين إلى غاية مدن أخرى إلى مدن السمارة حيث أصبح التكوين من التكوينات المرتكزة التي نعتمد عليها كجامعة لتكوين طلبة طالبات وطلبة متمكنين من اللغات الأجنبية ولكن أيضا متمكنين من طرق التدبير الشيء الذي يسمح له بالولوج وسوق الشغل وأيضا التشبع بالثقافة المغربية والثقافة الأجنبية فهنيئا للمقدمين هنيئا للأستاذة وهنيئا للمسلك أيضا هنيئا للكلية نشكر الضيوف الكرام الذين يغازرون هذه الكلية الفتية الجميلة على رأسهم السيد عامر عامر الإقليم وأختر أيضا السيد الوالي معنا سيد مدير الديوان الحاضر معنا دائما ومدعم للجامعة هذا الملتقى ملتقى النيل أعرف بأنه جهة سوس مساء وأيضا تلمدان الربوع المحيطة بتلمدان الجبال تزخر بالثقافة الأمازيغية الثقافة الأمازيغية مجسدة في الحياة اليومية للساكنة في المنطقة سواء في المدينة سواء في النواحي ديالها الشيء اللي كيخلق واحد الجو من التفاعل بين الثقافات ولكن الثقافة الأمازيغية عندها واحد منها خاصة الأكل ديالها بالشرب ديالها باللباس ديالها بالزي ديالها التقليدي الموروث الثقافي الكبير الذي تؤلفه هذه الثقافة الأمازيغية الجامعة جامعة منذ عدة سنوات ذهبت على إدخال الثقافة الأمازيغية في عدة الملتقيات الدولية عدة مؤتمرات تم تنظيمها احتفالا وأيضا تشجيعا للثقافة الأمازيغية أيضا كان يمكن نسلك اللغة الأمازيغية بكل الآداب عدة سنوات عدة أفواج لمن تم تكوينه بكل الآداب حاليا نعمل مع السيد مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين نعمل على خلق تكوين أساتذة الابتدائي والثانوي في اللغة الأمازيغية ابتداء من موسم 2025 إن شاء الله كل المدينة المدرسة الجديدة التي تبنى بهم اللول ستستقبل أول فوج لها إن شاء الله انطلاقا من سنة الموسم الجامعي 2025-2026 على أساس أن بعد ثلاث سنوات سيتم تكوين أساتذة قادرين على تحمل المسؤولية وتكوين تلاميذ سواء في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي وذلك تماشيا مع النموذج الذي يؤكد عليه صاحب الجلالة نصر الله وأيده ألا هو إعطاء الأمازيغية حقها هي كلغة وطنية دستورية نعمل في هذا الإطار وزارة التعليم العالي والتنمية والابتكار تعمل في اتفاقية شراكة مع قطاع التربية الوطنية على خلق هذا التكوين حتى نسير مجموعة من الرهانات التي تسمح لهذه اللغة الجميلة هذه اللغة التي هي غنية بأشخاصها غنية بنقوشها غنية بآثارها وأيضا بتاريخها حتى نتمكن أن نتعب الدور ديالها دور أساسي كلغة وطنية فهنيئا للمنظمين هنيئا للأستاذة هنيئا للكلية شكرا على حضوركم ونير جميل إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير أسكي صبر السلام عليكم سيدي كاتبان سيدي الوالي عن الولايه تجاه سوس مصر
سيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، سيد نائب رئيس المجلس الجماعي، السادة الضباط السامون، السادة الرؤساء مصالح الخارجية، السادة الأساتذة الأعزاء، أعزائي الطلبة أين الحضور الكرام. أزول الله، أريد في البداية أن أقول سنة مزيدا سعيدة لكل سكان المغرب مهما اختلفت هويتهم. فما يجمعنا هو هذه الهوية المختلفة المتنوعة في مختلف بقاع البلاد. تنوع ثقافي ولغوي ثري يستمد شرعيته من دستور البلاد الذي أقر برسمية اللغتين العربية والأمازيغية وكافة المكونات بما فيها المكون العبري. نحيي هذا الاحتفال هذه السنة بكل فخر واعتزاز بإقرار السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، وهو إقرار لم يكن أولاً ولم يكن لولا الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نظره الله وإياده، الذي طالما عزز من حضور الأمازيغية في المجتمع المغربي باعتبارها هوية مغربية نفتخر بها جميعاً. إن المغرب قوي بتنوع ثقافته، غني بوحدة مكوناته وعلى رأسها الأمازيغية، وما يجعله متفرداً في شمال أفريقيا. واليوم نعيش اعتبار هذا التنوع من خلال تدعيم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة والجامعة المغربيتين، وكذا إعطاء دفعة قوية للإعلام الأمازيغي من خلال قناة الأمازيغية. وتأتي كل هذه الجهود في سياق مجتمعي متكاتف من أجل الدفع بالأمازيغية وإدماجها في جميع المجالات. أيها الحضور الكريم، إن احتفال كل يوم تعدد التخصصات بترونات بهذا اليوم هو احتفال بجهود جامعة المنصورة التي كانت سباقة إلى خلق تكوينات مختلفة لتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها وتكريس التعدد الثقافي داخل الجامعة، مما يخلق فضاء متعددا منفتحا على جميع مكونات مجتمعنا المغربي. وهي مناسبة سامحة لأرحب بكل ضيوف هذه التظاهرة من داخل وخارج مدينة تيرودانت الغرباء. وفي هذا السياق لا بد أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة التي سهرت على إعداد هذا الحفل من ألفه إليائه، والمكونة من طلبة الإجازة بهذه اللغات المطبقة تحت الإشراف المتميز للدكتورة لمياء المجنون ولكافة إداري الكلية وأعوانها. كما لا يفوتني أن أشكر كل من قدم لنا الدعم لإنجاح هذه التظاهرة الفنية والثقافية، وأخص بالذكر السيد والي ولاية جهة سوسماسة، السيد عالم إقليم تيرودانت، السيد كاتب العام لإقليم تيرودانت، السيد رئيس المجلس الإقليمي لتيرودانت، والسيد نائب رئيس المجلس الجماعي لتيرودانت، والمبادرة الوطنية الكبيرة للشارع، وشخصيات من النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك السادة النواب البرلمانيون المستشارون ورؤساء المصالح الخارجية. والشكر موصول لنساء ورجال الإعلام على مواكبتهم الصحفية لهذه التظاهرة الفنية. كما لا تفوتني الفرصة لأشكر رئيس الجامعة جامعة المنصورة السيد عبد العزيز بنتو الذي أبى إلى أن يحضر معنا ويشرفنا في هذا الحفل في مدينته الأم تيرودانت. فمرحبا بضيوفنا الكرام في هذا الحفل البهيج، ونتمنى أن تقضوا معنا مع فقراته المتنوعة أوقاتا ممتعة وشيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة الأفاضل، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح الدورة الثالثة لإيدن يناير 1974 التي دأبت على تنظيمه الكلية المتعددة التخصصات بتيرودانت التابعة لجامعة ابن زهر من خلال إشاعة اللغات الأجنبية المطبقة في تقليد حضاري معرفي وأكاديمي رفيع منفتح للبهائم على ثقافة وحضارات المجتمع المحلي بحاضرة تيرودانت. تيرودانت العريقة يستحق عليه جهد وعطاء طلبتنا الأعزاء كل الشكر والتقدير والتنويه. وإذ أبارك لنا جميعا السنة الأمازيغية الجديدة، لا يسعني إلا أن أعبر عن فخري واعتزازي بمكتب التاريخ الذي تحقق بفضل ترافعنا الجماعي من أجل الاعتراف بالسنة الأمازيغية كعيد وطني وكيوم عطلة رسمية. فهنيئا لنا بهذا المكسب القيمي والوطني الكبير الذي يمنح احتفالنا اليوم شحنة دافقة للتكريس الطابع الرسمي
لفعالية ابن ماير بتردات وجلات ابن زهر، وتجسيد مؤسسة الحقوق الثقافية للأمازيغ داخل الوطن وعبر العالم. السيدات والسادة الأفاضل، لا شك أنكم لاحظتم اختيارنا لتيمة الهوية المغربية تجمعنا كشعار لفعالية هذه التظاهرة، وهو اختيار مبني على قناعة راسخة بأن الهوية المغربية فسيفساء متنوعة من الثقافات والحضارات والعصبيات والقوميات والديانات التي تلاقحت عبر العصور وخصبت بعبقرية وإبداع هوية المغرب كبلورة متفردة تتعالى بكبرياء على كل عصبية عمياء واختلاف متوحش. وبهذه الصفة تشكل الهوية المغربية حاضنة لكل مكونات الانثروبولوجيا المغرب عبر التاريخ شعوبا وقبائل وأقليات وثقافات أمازيغية، عبرانية، عربية، حسانية، أندلسية، متوسطية، صحراوية، إفريقية. إن سهرت في بوتقة كيان وطني عريق وكينونة تعايش وتلاحم حضاري أصلي في أحضان مغرب مؤمن بتعدده وتنوعه كما طبيعته في كنف وحدته وحريته. لذلك دعونا نحتفي بشعار الهوية المغربية تجمعنا، ونحن أكثر انفزاحا واعترافا ببعضنا البعض، وأكثر قوة وصلابة بوعي التعدد والاختلاف الذي يوحدنا، ودعونا نستكشف بمحبة وشغف مكنونات هذا التعدد والتنوع لنزداد إيمانا وانتصارا بعبقرية الهوية المغربية التي تجمعنا وتجعلنا جسر محبة وإخاء بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، والأمل معقود أن تتضافر جهودنا جميعا في تروي الثقافة المغربية التي توحدنا المكانة الاعتبارية التي تستحقها في البحث الأكاديمي الجديد.
المؤيّة في الرفاة كتبتكم السكينة ديسابنات شاشر كلكم على الاهتمام كذلك بهذه الثقافة المغربية اختلافاتها وتجانساتها وألوانها وشكرا لكم وعلى هذه الدعوة الجميلة. شكرا موصول إلى صديقتي وابنتي وعزيزتي ورائعتي أستاذة لمياء بن جلون و ديبارتمون لي لون أكبيكي وهاد الشباب الجميل هاد الشابات هذا النوع هذه الجمالية ديال كلية بوليديسيبلينار ديال تلوكات على هذه الاحتفالية. اليوم فهو جمال الاحتفال واحتفال الجمال. احتفال الجمال بهذه الالوان دابا الشابة لان هي اللي حاملة هذا المشعل ديال هذه الثقافة وهي رمز من رموز هذا الاستمرار لان انتم هما المستقبل انتم هما اللي غادي تعطيو لوليداتكم والطلبة ديالكم هذه الاستمرارية بهذه الثقافة اللي هي عريقة جدا وهذه الاحتفالية اللي تنقول عليها يناير إيد يناير لأن هذه الاحتفالية وأظن أن كل شيء تعرفها هي احتفالية بالأرض يا ما عندها أوضي مثلاً سباير ما عندهاش مرجعية باين عشان نقولها بالعربية باين ولكن هي احتفالية بالأرض والأرض الأرض المغربية من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها أكاد أن أقول الأرض المغاربية من شمالها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها لأن هذا علاش المؤرخين كذلك اعتمدوا باش عندنا تاريخ ديال لاداتاسيون ديال هذا التاريخ ديال الإيتينير هما اعتمدوا على التاريخ الليبي ليبيكي هو اللي كانت سميتها شمال افريقيا كانت كلها سميتها ليبيا او ليبيكيه وهي فدايس ديال المغرب وهذا التاريخ قالوا بشي شوط لانه كان ليبيكي وهي 59 ما قبل الميلاد مشان مصر وكان هو من الفراعنه بكل حال وكان ليس مرجعيه دينيه وحضاريه لان ليبيا كانت معروفه بحضارتها العريقه هذه اللي باقي ما قررناهاش وخاصنا نقروها لوليداتنا ليبيا كانت لا ليبيا عرفنا كنا ليبيكيين حنا الموريين قلب الليبيكيين دونك صافا كاع ما نخرجش في ليديتاي باش نبقاو كلنا على خاطرنا ولاني هاد المرجعيه ان غير بغينا نعتمدوا بها ويعتمدوا بها المؤرخين باش يعطيو انفيتاسيون لهذه الاحتفاليه بيت الارض غير هي هذا الارض الاحتفال ديالها هي ما قبل كاع شي شهر ما قبل وهي على المستوى المغاربي كما قلت على المستوى الليبيكي وحنايا فخورين على كل حال لان قدرنا شي حاجه اللي كانت قبل 2000 سنه قبل الميلاد 3 سنه قبل الميلاد قدرنا نعاودوا ونعطيوها ونعطيوها ونحتفلوا بها باختلافاتنا ما بقيتش نقول له هوية حنا ما عندناش اختلاف لغوي حنا عندنا جذر واحد وعندنا اختلافاتنا التعبيدية لأن حنايا عندنا لغة الأصل واحد هو تنعرفوا هو الأمازيغي وعلى كل حال اللي تطلقوا عليه اللسانيون والمؤرخون الجنين بأنهم أمازيغي وخا الاسم كان ليبيكي على كل حال ولكن التعابير تكون أغابوكون ولا تعبير الدارية تعبير الفرنسية تعبير بالأمازيغية ولكن راح نفس الحضارة ونفس الثقافة وإلا مشينا للشمال غادي نلقاو كذلك كاين هاد الاحتفالية في دينير أنا شخصيا بالنسبة لكم لازم نحتفلوا لازم نديروها حسب ما تعطي الأرض لأن هنا تعطي كتعطي الفول تعطي الزرع تعطي حسب ما تعطي الأرض احنا نفسنا كنا تنديروا شجره الراس تقولوا شجره الراس تدفع عليها الحصان سكي في الاحتفاليه بالعطاء ديال الارض ماشي احتفاليه بالغنى ديال الاسره على اسره اخرى ماشي احتفاليه بالمنافسه ديال الغنى ولا اولى هي نفس حتى بس تكسروا كل شيء تقدر تكسروا كل شيء تقدر هذا حتى هو على سبيل الذكر حتى هو احتفاليه بالارض الكسكس بقى عندنا حنايا
بخير ونحن بخير. شكرا. Thank you.
اللي قام بهذا العمل جديد اللي كنستحقوا عليه بهذه التشجيعات.